بعد الجولات المكوكية التي قامت بها كل من السفيرتين الأمريكية والفرنسية على المسؤولين اللبنانيين، دخل السفير السعودي في بيروت وليد البخاري على الخط، فاستهل زياراته من بكركي حيث التقى البطريرك الراعي. ومن الصرح لم يخفي سفير المملكة العربية السعودية تفاؤله في ظل الأزمة وانسداد الأفق في ملف الاستحقاق الرئاسي. جولة البخاري التي بدأها من بكركي ستشمل كل من الرئيس نبيه بري ورئيس حزب القوات ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الكتائب وآخرين. وقد نقل سفير المملكة للراعي أجواء لقاء باريس الخماسي وشدد على دعم لبنان للخروج من الأزمة والتزامه بدعم خريطة فريق الإنقاذ وكل المبادرات الخيرة التي تقوم بها الدول لخلق شبكة أمان. أما في موضوع الاستحقاق الرئاسي فشدد البخاري وبحسب ما نقل المستشار الإعلامي لبكركي وليد غياض على أن المملكة لا تدخل بالأسماء وليس لديها شخصية معينة ولا تدعم أحدا، بل تدعم مواصفات رئيس إنقاذي غير منغمس أو متورط بقضايا فساد مالي وسياسي. طبعا المملكة ما بتدخل بالأسماء مثل ما قال سعادة السفير، هن ما عندهم شخصية معينة ولا بيدعموا، ولكن بيدعموا طبعا مواصفات رئيس إنقاذي، رئيس مهمته اليوم إخراج لبنان من هالدوامة، وطبعا ما يكون منغمس أو متورط بقضايا فساد أكان سياسي أو مالي. طيب هل رأيت أنه سعادة السفير متشائم من الوضع اللبناني؟ هو استعمل كلمة متفائل جدا، يعني استعمل العبارة خلال اللقاء وقال أنا متفائل جدا، لأنه التفاؤل بيفتح أبواب الحلول ويطلعنا من أي حالة سلبية نحن عايشين فيها. السفير مطرح أسماء غبط وجاوب أنه الإنسان هو بيدير الأحداث مش الأحداث بيدير الإنسان. طيب مطرح أسماء السعودية مطرحت أسماء لرئاسة الجمهورية، لكن في فيتو، نقلت فيتو لأسماء معينة؟ لا ولكن صار في كلام عن مواصفات، والمواصفات أحيانا تستبعد بعض الشخصيات. السفير السعودي غادر الصرح من دون الإدلاء بأي تصريح، وفي رد على سؤال ما إذا وضعت السعودية فيتو على أحد، اعتبرت مصادر بكركي أنه عند تحديد بعض المواصفات حكما يكون هناك فيتو على شخصيات معينة، مشيرة إلى أن مواصفات بكركي ليست بعيدة من مواصفات السعودية. توني منصور، قناة الجديد.